السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن إزاي الانشنت ايجيبشن المصري القديم قدر يعمل تريتمنت علاج لمختلف الأمراض، لمختلف الديسيزس. ديسيزس يعني أمراض. إزاي الانشنت ايجيبشن المصري القديم قدر يعمل تريتمنت علاج لمختلف الديسيزس، لمختلف الديسيزس يعني الأمراض. وازاي كانت الايدياز بتاعتهم، ازاي كانت الايدياز الافكار بتاعتهم يوسفول مفيدة توداي في الوقت الحالي. يبقى هنتكلم عن ايه؟ عن ازاي الانشنت ايجيبشن المصري القديم قدر يعمل تريتمنت علاج لمختلف الديسيزز، وازاي الايدياز بتاعتهم كانت يوسفول توداي في الوقت الحالي. الاركيولوجيستس علماء الآثار اكتشفوا اثنين من البابايروس، يعني برديات من أقدم النصوص اللي بتتكلم عن الميديسن في العالم كله، الطب في العالم كله. أو البابايروس بتتكلم عن السيرجري الجراحة، وإزاي الدكتورز في الانشنت ايجيبت في مصر القديمة قدروا يعملوا operation، يعني عمليات. دو operation يعمل عملية. إزاي الدكتورز في الانشنت ايجيبت في مصر القديمة قدروا يعملوا operations يعني عملية. do operation يعمل عملية. وعلشان يساعدوا ايه؟ عشان يساعدوا البيبل الناس ان هم get better يعني يتحسنوا بعد الانجري الاصابة. ازاي قدروا يعملوا فيكس، اصلاح للبروكن بونز، بروكن بونز العظام المكسوره. يبقى اول بابايروس معانا بتتكلم عن الايه؟ بتتكلم عن السيرجري، عن الجراحه. وازاي الدكتورز، ازاي الاطباء في الانشنت ايجيبت في مصر القديمه قدروا يعملوا operations يعني عمليات. دو operation يعني يعمل عمليه. وازاي قدروا يساعدوا البيبل ان هم get better بعد الايه؟ بعد الانجري بعد الاصابة. وازاي قدروا يعملوا فكس يعني اصلاح للايه؟ البروكن بونز للعظام المكسورة. تاني بابايروس بتتكلم عن معلومات عن الايه؟ عن التريتمنت. بتدينا معلومات عن الايه؟ عن التريتمنت. تريتمنت علاج ايه؟ تريتمنت الايه؟ لمختلف الديسيزز، different diseases. بتدينا تريتمنت لديفرنت ديزيزز. ورد في البابايروس دي ان ايه؟ ان الهارت، قلب الانسان، الهارت هو سنتر بلاد سبلاي، مركز امداد الدم. center blood supply مركز امداد الدم. يبقى البابايروس الدنيا بتدينا معلومات عن ازاي نعمل تريتمنت لمختلف الديزيزز، ازاي نعمل تريتمنت يعني علاج لمختلف الديزيزز. وجت معلومه مهمه جدا في البابايروس دي، ان ازاي الهارت هو the center blood supply يعني مركز امداد الدم. وعطتنا كمان نصائح مختلفة عن البروبلمز الموجودة في الأورجانز المختلفة. عن المشاكل الموجودة في الأورجانز بتاعتنا، زي البروبلمز اللي بنلاقيها في السكن، مشاكل
الايه السكن يعني الجلد، والبروبلمز برضو بتاعه التيث، مشاكل الايه الاسنان، بروبلمز برضو اللي في الايز، ومختلف الايه ومختلف الاورجانز، مختلف الايه الاعضاء، ان ذا اذر ايه اورجانز، مختلف الايه الاعضاء، باقي الاعضاء. يبقى هنا عطتنا ادفايس عن الايه، عن البروبلمز الموجوده في السكن الجلد والتيث الاسنان والايز، والايز يعني الايز يعني ايه العيون. وازاي المودرن بقى، النقطه التانية في الدرس بتاعنا، ازاي المودرن ميديسن، ازاي الطب الحديث قدر يستفاد من الايدياز بتاعتهم، ازاي المودرن ميديسن، مودرن ميديسن الطب الحديث قدر يستفاد من الايدياز بتاعتهم. فور اكزامبل، على سبيل المثال، هم استخدموا الهربس، هربس يعني الاعشاب، هربس يعني الاعشاب، هم استخدموا الهربس الاعشاب علشان يعملوا تريتمنت، علشان يعملوا تريتمنت علاج للايه للديسيزيز، للديسيزيز يعني ايه الامراض، استخدموا الهربس علشان يعالجوا بيها الديسيزيز. زي مثلا ايه، زي المنت، منت نبات النعناع، استخدموا نبات المنت، نبات النعناع علشان يعالجوا الدايجستيف سيستم، علشان يعالجوا ايه الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي، استخدموا المنت علشان يعالجوا ايه الدايجستيف سيستم، استخدموا المنت عشان يعالجوا ايه الدايجستيف سيستم. واستخدموا نبات الالو، الو الو يعني نبات الصبار، علشان يعالجوا البيرنز الحروق، علشان يعالجوا ايه البيرنز. يبقى هنا استخدموا الالو علشان يعالجوا ايه، علشان يعالجوا البيرنز يعني الحروق. واستخدموا الهاني، واستخدموا الهاني العسل علشان يعالجوا الانفكشنز، علشان يعالجوا ايه الايه العدوى، علشان يعالجوا ايه الانفكشنز العدوى، وعلشان يعالجوا السكن بروبلمز مشاكل الجلد، سكن بروبلمز يعني مشاكل الجلد. هنعمل دلوقتي مراجعة سريعة ونقول ان الانشنت ايجيبشنز المصريين القدماء عملوا تريتمنت لمختلف الديزيزز، لمختلف الديزيزز. ايه اللي بيأكد الكلام ده؟ البرديتين الاتنين بابايرس اللي لقوهم، اللي الاركولوجيستس لقوهم. طيب اول بردية كانت بتتكلم عن الايه، عن السيرجري، اول بردية كانت بتتكلم عن السيرجري وازاي الدكتورز في الانشنت ايجيبت قدروا يعملوا اوبريشن عمليات، وازاي قدروا يعملوا فاكس، ازاي قدروا يعملوا فاكس للايه للبروكن بونز، للعظام المكسورة. البابايرس التانية ورد فيها معلومة مهمة جدا، ان البلاد، ان الهارت هو the center blood supply، هو the center blood supply، center blood supply يعني مركز امداد الدم. وعطتنا تريتمنت برضو لمختلف الامراض، لديفرنت ديزيزز، وورد في البابايرس برضو مختلف النصائح لايه للبروبلمز اللي في السكن واللي في التيث واللي في الايز وفي الاذر اورجانز. وازاي المودرن ميديسن، ازاي الطب الحديث قدر يستفاد من الايدياز اللي فيها. فور اكزامبل، على سبيل المثال، ان هم استخدموا الهربس، هم استخدموا الهربس لعلاج ديزيزز، واحنا برضو بنستخدم الهربس الاعشاب علشان نعالجه مختلف الديزيزز، زي نبات المنت ازاي هو مفيد للدايجستيف سيستم، والالو نبات الالو ازاي هو مفيد للبرنس، وازاي الهاني مفيد للانفكشنز، وازاي هو مفيد للسكن بروبلمز، للسكن بروبلمز، سكن بروبلمز يعني مشاكل الجلد. واشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.